الله أكبر. الله أكبر. اشتباكات عنيفة، اشتباكات عنيفة على قرية الحياة. الله أكبر. اشتباكات عنيفة جدا على قرية الحياة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اشتباكات عنيفة. هذه رميت الثوار على قرية الحياة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم سدد رمي المجاهدين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم سدد رمي المجاهدين. يا الله. اشتباكات عنيفة على قرية الحياة بريف حماة الشمالي بين المجاهدين وبين عصابات الأسد. يا الله يا الله. هذه رميات المجاهدين. اللهم سدد رمي اللهم سدد رمي. اشتباكات عنيفة اشتباكات عنيفة. يا الله يا الله يا الله يا الله. كلها رميات هذه من المجاهدين. هذه رميات المجاهدين على مواقع عصابات الأسد. الله أكبر الله أكبر. 23/10/2015 اشتباكات عنيفة اشتباكات عنيفة في قرية الحياة على مشارف القرية بين المجاهدين وبين عصابات الأسد. يا الله يا الله. يا الله يا الله. في هذا الاتجاه رميات المجاهدين غزيرة في الحقيقة. رميات غزيرة. الله أكبر. يا الله يا الله. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الرشاش نفذ رميات على عصابات الأسد. عدة محاور المجاهدون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اشتباكات عنيفة اشتباكات عنيفة. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. يا الله يا الله. اشتباكات عنيفة بين المجاهدين وعصابة الأسد على قرية الحياة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. النيران في أنواع في مش في يعني مختلف أنواع الأسلحة في الحقيقة مختلف أنواع الأسلحة تشارك، ولكن الرؤية باتت سيئة جدا. الحرب الروسي في الأجواء والمجاهدون يصفون أمام أحلى البطولات. يا الله يا الله يا الله. هذه رميات المجاهدين. هذه رمايات المجاهدين. الله أكبر في الحقيقة. الله أكبر الله أكبر. يا الله يا الله يا الله. الحرب الروسي في الأجواء. في الحقيقة من عدة محاور رمايات المجاهدين. الله أكبر الله أكبر. اشتباكات عنيفة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر، هذه القذائف كلها في سماء الحياة. الله أكبر عليكم يا مجاهدين، الله يحميكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اشتباكات عنيفة في الحقيقة، النظام بدأ يبدي مقاومة من الجهة الشرقية، وهذه نيران رشاشات المجاهدين. الله أكبر والعزة لله، الله يحميكم يا مجاهدين. هذه رميات المجاهدين على قرية الحياة. الله أكبر، في الحقيقة اشتباكات عنيفة، قوات النظام تبدي مقاومة. نلاحظ النيران في قرية الحياة. طبعا المجاهد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا الاتجاه استهدفونا في الحقيقة، استهدفونا في هذا المكان. إن شاء الله تعالى سنرصد انتصارات المجاهدين مهما كلف الثمن. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اشتباكات عنيفة. يا الله يا الله، ثبت المجاهدين يا الله. يا الله ثبت المجاهدين يا الله. يا الله ثبت المجاهدين وسدد رميهم يا الله. اشتباكات عنيفة في الحقيقة. اشتباكات عنيفة للمجاهدين يحاولون اقتحام قرية الحياة وتحريرها من القوات الإسلامية. الله أكبر عليكم. الله أكبر 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 الله أكبر.